ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني إنجازات وطنية، يبث على قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفتنا لهذه الحلقة فارسة من فارسات التغيير، وهي سعادة السيدة ريكوافيرا وخبيرة التجميل بكفاءاتها خارج هذا الوطن وداخل هذا الوطن، وهي السيدة إلهام سعيد صاحبة صالون سيناميس للسيدات في منطقة البيادر. سيدة إلهام، بداية مرحبا فيك برنامجنا الوطني، نحكي لك مساء الخير. مساء النور. نعم سيدة إلهام، أكيد أنت أشهر من أن تعرفي في هذا القطاع ولك الباع الطويل والخبرة. بداية حابين نعرف السادة المشاهدين، من هي السيدة إلهام سعيد؟ نتحدث عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح صالون سيناميس للسيدات، وهو أشهر من أن يعرف في منطقة البيادر. تفضل. أنا ميك أب أرتست. نعم. اللي ساعدني على الميك أب درست مايكرو ميديا فلاش ديزاينر في نيويورك في. نعم. دبي. نعم. عندي فن الرسم والذوق طبعا. اشتغلت مع صالون عمرو اللبناني في دبي فترة طويلة، وتدربت تحت ايد روز في نيويورك، وتدربت تحت ايد عمرو، وتدربت تحت ايد فادي قطايا في لبنان وبسام فتوح وسامر خزامي في لبنان. جميل. وتدربت تحت ايد زيد في اللي معروف لمكياج أصالة نصري. نعم. ونجوى كرم في دبي. نعم. اشتغلت انا وياه فترة 6 سنين ميك اب ارتست. وبالنسبة للكالوريست الشعر، بشكر عبود من صالون توني أن جاي، أعطاني خبرته كلها. نعم. في ظرف سنة كاملة بجد ساعدني. نعم. وطلعت أنا وعبود كمان على لندن بالقص وبالأعطاني كل القصات الحديثة في لندن، والكالوريست سرعات الكالر مثل السامبري والأمبري. بس اكثر شيء، اكثر فن بحبه وبعيش. نعم. معه اللي هو فن المكياج. نعم. يعني اكيد لك الباع الطويل والخبره مع نحكي مع خبراء التجميل ما شاء الله في انحاء الوطن العربي، يعني اكيد خبراء بالعالميه والنجوميه ما شاء الله مع فنانين كبار ايضا. يعني سيده الهام، نتحدث عن انتقالك من دبي الى الاردن، شو السبب؟ يعني النقل النوعي هاي. فعليا انا عشت برا 18 سنة. نعم. وصار لي بالاردن تقريبا 5 سنين. نعم. انا معروفة برا اكثر. نعم. من الاردن. نعم. لانه خبراتي كلها برا كانت. نعم. خارج الاردن، داخل. نعم. الاردن قليلة. نعم. فحبيت اني اعطي بلدي الاردن من الخبرات اللي اكتسبتها خارج الوطن. جميل. والحمد لله كان شغلي مميز. نعم. بال على مستوى ما شاء الله. تسلم. شكرا. نعم. بالميك اب والكلر بالنسبه للشعر. نعم. لانه برجع كله لشغله الذوق. جميل. بعد النقل النوعيه من دبي الى الاردن، نتحدث عن صالون سيناميس للسيدات، متى تاسس؟ قبل 6 سنوات. 6 سنوات. نعم. لماذا تحديدا في هذه المنطقه البيادر؟ لانه البيادر تفتقر. نعم. لصالون بروفيشنال. نعم. شغل بروفيشنال. معظم سكان البيادر بروحوا لصوفية. نعم. لرابية، فكانوا يعانوا من الزحمة في الطرق وكانوا يفتقروا لصالون مرتب فعليا وبنقصوا شغل مرتب في البيادر. نعم. فحبيت يعني خدمة أبناء المجتمع. بالضبط، خدمة أهل البيادر وما حوالين البيادر. نعم. والحمد لله زبائني من البيادر كلهم صاروا عندي. نعم. ومن خارج البيادر. نعم. تقريبا 50% من خارج البيادر إلي زبائن. أكيد بسمعتك ما شاء الله العريقة. نعم جميل. نتحدث عن أبرز خدمات صالون سيناميس للسيدات، ونتحدث عن عدد الكوادر ذات الخبرة ذات الكفاءة بجهودك أكيد وإمكانياتك. تفضل. عندي حمام مغربي مع ساونا. نعم. عندي فيشل مع أخصائية روسية. نعم. عندي خدمة السكر والواكس. نعم. عندي خدمة الأظافر، مانيكير وبيديكير. نعم. ميك أب بروفيشنال مع كونتور مع رموش شعر طبيعي. نعم. قص بروفيشنال، صبغات بجميع أنواعها من الغالي للرخيص. نعم.
أسعار متناول أيدي الجميع. يعني أسعار متناول أيدي الجميع. جميل. أنت تحدث عن أبرز الأجهزة أيضاً المتطورة والحديثة داخل هذا الصالون. عندي جهاز الليزر وعندي جهاز الأخطبوط. للأسف الشديد بالأردن ما في حدا عنده. حبيت أجيب هذا الجهاز لأني أخذت عنه خبرة برا خارج البلد. فأول ما نزلته هذا الجهاز بحافظ على الشعر، وعندي مواد علاجية فخمة للشعر، لتساقط، للبهتان، لكل شيء. جميل جميل. نتحدث أيضا عن نتحدث عن المواد، جودة المواد أيضا. عندي أفضل وأجود أنواع المواد للشعر، صبغة إيوا خالي من الأمونيا 100%. وصبغة الديالايت وديريشيز من لوريال على مستوى الأطفال بيقدروا يسووا منها. يعني ما بتأثر على أبداً للحوامل، للأطفال، للي عنده تحسس جلدي بيقدر يسبغها. جميل. يعني ممكن بعض الخدمات اللي موجودة داخل الصالون من أجهزة من مواد ذات جودة عالية وكالات عالمية أيضاً. يعني نتحدث عن أنواع الآن القصات الصراعات لهذا العام في صالون سيناميس السيدة. أحدث أنواع القصات هي قصات تابعة لتوني أنجاي. هذا اسم معروف في لندن. كل القصات اللي البوينت كات والمشف كل القصات المتوفرة الجديدة والحديثة متوفرة عندي. متوفرة لك موجودة. موجودة. يعني ما بنقص أي قصة. أبداً. جميل. جميل. كيف بتشوف إقبال السيدات لهذا الصالون في هذه المنطقة؟ خدمت المجتمع، جيت من دبي ما شاء الله. جداً ممتاز. جداً ممتاز. الحمد لله. عدد الزبائن هائل. وما شاء الله يعني الزبون اللي بتيجي يعني لازم تتكرر جيدة، ما بتترك الصالون. جميل جميل. إقبال ممتاز. نعم. يعني نتحدث عن تميز، يعني يمكن في صالونات أخرى محترم لجميع الصالونات في هذه المنطقة، لكن ما هو التميز؟ شو بتميز هذا الصالون أيضا سيناميس السيدات عن صالونات أخرى في هذه المنطقة محترم للجميع؟ في هذه المنطقة وغير هذه المنطقة بتميز بمكياج البروفيشنال اتش دي. نعم. الفاونديشن مصقول، بشرة ما عليها أي نوع غبار. نعم. بلس الصبغات والهايلايت ما بينزعوا الشعر ولا بوقع اللي بيعانوا من الصبغات. جميل. على مستوى سحب اللون كأنه ما انسحب لون. نعم. يعني ما شاء الله أنت مع خبراء، زي ما ذكرت قبل قليل خبراء أكيد التجميل في الوطن العربي والعالم أيضا على مستوى ما شاء الله أكيد بده يظهر. يعني ما بنقص هذا الصالون إشي، أكيد موجود من أجهزة متطورة حديثة، من أنواع مواد من وكالات عالمية أيضا، أكيد من كوادر يمكن من فرسان أكيد تغيير داخل هذا الصالون ذات كفاءة وذات خبرة بجهودك ما شاء الله بناءة. يعني كخبرتك ولك الباع طويل سيدة إلهام، كيف ترى تطور هذا القطاع الصالونات في الأردن بشكل عام؟ بتواجهوا مشاكل معوقات؟ طبعا بنواجه مشاكل. نعم. لا يخلو، ولكن انه الحمد لله يعني المشكله اذا بنواجهها بتكون احيانا بالاسعار. نعم. المواد جدا مرتفعه. نعم. بس بالمقابل قد ما اقدر اني عم بحاول انه اراعي ظروف العالم الموجوده. نعم. احيانا حتى مربح ما باخذ، بس بكون مبسوطة جدا ان الزبون تطلع مبسوطة وقدرت توصل للنتيجة اللي بدها اياها. يعني حتى زبون بترجع مرة ثانية خلص مرتاحة نفسيا. انت اي قصة على رغبة الزبون ولا على رغبة؟ لا هلا انا يعني عندي حس الذوق والفن. نعم. هلا بتقول لي الزبونة بدها قصة معينة او لون معين. نعم. اذا بشوف ما بناسبها ما بعمل لها. نعم. فبتثق فيي. نعم. لانه كل وش بيختلف عن الثاني، فانا بحب انه اعملها اكثر شيء على ذوقي انا مش على ذوقها، لانه بده حدا بروفيشنال يحدد لها ايش اللي بدها اياه. نعم نعم. حتى كونتور للشعر بساوي ابدا. يس. نعم. جميل. يعني جميع القصات لجميع القصات تمشي حسب رغبة الزبون، واكيد عندك انت رغبة معينة للزبون ممكن تعطيه. نعم. جميل. يعني سيدة إلهام، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية؟ أكيد لك دائما وأبدا طموحات ورؤية مستقبلية.
اشتغلت اكيد مع خبراء التجميل أكيد. وفتحت صالون سيناميس. وانا صراحه بدي اسالك شو ليش سميتي سيناميس مثلا هذا الصالون؟ اسم بنتي. الله يخليك اياها. اسم بنتي. نعم. شو طموحك هلا؟ طموحي انه اعرف اكبر عدد ممكن من الناس في الاردن واوصلهم خبرتي بشغلي. انا حابة يوصل لأكبر عدد معين لحتى إنه لأني أنا من داخلي بكون مبسوطة. لأنه كتير بيعانوا العالم والزباين بالميك أب بالشعر، وأنا حابة إني أعرف شغلي لأكبر عدد ممكن. مش هدفي الربح. أكيد يعني أتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله دائما للأمام. وأنت أحد فرسان التغيير أكيد، واحدة كفاءات هذا الوطن. سيدة إلهام، شو بتحب توجه رسالتك للخريجين الجدد لهذا القطاع من جيل الشباب، من جيل السيدات ايضا والشابات؟ شو بتحب توجه لهم رساله قبل اي شاب او فتاه بده يفتح صالون خبرتك؟ يعني انا هلا عم بسمع كثير شاب او فتاه عم يفتحوا صالون بدون خبره للأسف. وهذا خطا، لانه نحن بنتعامل بمواد كيميائيه خطره. نعم. فاذا ما كان عنده خبره بينزع ممكن شعر زبونة، ممكن وش الزبونة. نعم. وممكن توصل للقضاء، يعني ممكن تأثر على جلد الرأس أو وجه أو البشرة. بالضبط. نعم. بالضبط. فبنصح أي إنسان يفتح صالون يكون عنده خبرة طويلة، مش خبرة زبونة. عملية ومهنية. عملية ومهنية. نعم. مش يفتحها تجارة. نعم. يكون كمان عنده خبرة طويلة، مش سنة نص سنة مثلا، لازم يكون عنده خبرة طويلة 5 سنين. بالضبط. نعم. وعم بشوف زباين كتير عم بيعانوا من مادة الكراتين اللي فيها الفيرموهيدرات. نعم. للأسف في صالونات كتير بتتعامل فيها، وهي عبارة عن مادة مسرطنة. أكيد مادة مسرطنة. وبيحطوها لأطفالهم 13 سنة و 12 سنة وما بيعرفوا قد ايه بتلف الدماغ. نعم. فهذا الشيء يديروا بالهم كثير منيح من مادة الكراتين. مادة الكراتين خطرة جدا. نعم. يكون مش أي شخص بيستعملها. نعم. مش أي شخص يكون هدفهم صحة البني آدم قبل الفلوس. وأكيد ومش أي شخص بيستعمل هذه المادة. بالزبط. أكيد إلا بخبرة. أنا عندي مادة الكراتين. نعم. أحب أشكر شركة أمازون كراتين الموجودة في رحى في دبي وفي لبنان. نعم. مو موجودة في الأردن. نعم. يعني وكيلها بدبي. بدبي ولبنان. اسمها أمازون كيراتين. أنا الوحيدة، الشركة الوحيدة اللي بتعامل معها، لأن خالية تمام المواد الكيميائية ومادة الفيرموهيدرات. أكيد إحنا نشكرها أكيد عبر هذه الشاشة. أكيد جهودها مشكورة أكيد. يعني سيدة إلهام، إحنا نحكي أيضا لجيل الشباب من صار على الدرب وصل ولكل مجتهد نصيب. سيدة إلهام، قبل نهاية البرنامج، إحنا دائما وأبدا نحكي الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. الآن لو ندخل الآن في هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان، لو حلفك الحظ أن تقابلتي مع جلالة الملكة رانيا، أكيد دائما تدعم فرسان التغيير، شو بتحب توجهي رسالة؟ جلالة الملكة رانيا أنا دائما بشوفها على انستغرام. نعم. وضيفيتها إنسانة رائعة جدا. نعم. وصدقا يعني أنا أمنيتي إنه أمكيجها، لأنها هي إنسانة ناعمة جدا. نعم. وميك أبها ميك أب أوروبي. نعم. وأنا من هواية الميك أب الأوروبي. نعم. ويعني أربع من هيك إنسانة ما في. أكيد. صدقا الله يحفظها يا رب، يحفظ جلالة الملك. الله يحفظها ويحفظ جلالة الملك على جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين. والله يحفظك سيدة إلهام سعيد، ونقدر جهودك أكيد وتعاونك معنا في هذا اللقاء. حابين نحدد الآن موقع صالون سيناميس للسيدات، أكيد لديكم صفحة على الفيسبوك والويب سايت. نعم. حابين نحددها للتواصل من أي مشاهد بحضر هذه الحلقة. صالون سيناميس لتجميل السيدات هو عبارة عن بيوتي سنتر. نعم. يقع في منطقة البيادر بعد الدوار الثامن مقابل كارفور بناية سما البيادر الطابق الأول. نعم. أكيد أرقام الهواتف ستظهر على الشاشة عند زميلنا في وحدة المونتاج محمد أبو صفحة، وأيضا السوشيال ميديا والفيسبوك أيضا. وفي نهاية لقاؤنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لشابة من فارسات التغيير، وهي السيدة إلهام سعيد، صاحبة صالون سيناميس للسيدات في منطقة البيادر، وهو أشهر من أن يعرف في هذا القطاع. ونذكر السادة المشاهدين، السيدة نميس خبيرة تجميل وأكيد إحدى كفاءات هذا الوطن، وخبيرة أكيد مع كبار أكيد خبراء التجميل في مستوى الوطن العربي. أتمنى لك التوفيق والنجاح، وشكرا لدعمك وجودك معنا. شكرا لكم. شكرا. وبشكر قناة جوسات على هذا اللقاء. نعم. الله يعطيك العافية.